إحدى الاستغاثات التي جاءت إلى البرنامج نحب نعرضها أمام حضراتكم. معنا على التليفون السيدة نجلاء فتحي. مساء الخير يا فندم. أهلا بحضرتك، تعرفينا بنفسك لو تكرمت. أنا نجلاء فتحي، أحد المتضررين، الأسرة المتضررة، حماية الأستاذ ناجح وهيب اسكندر، حماية. أيوة، لو سمحت، في أنهي محافظة وفي أنهي قرية؟ قرية السلامية، محافظة ناجح حمادي. محافظة سوهاج؟ لا، ناجح حمادي. ايوه اتفضلي. هو الواقع بالضبط ترجع الى يوم 11/9 يوم حد، قامت رئيسة المجلس القروي لمدينة السلامية تدعى المجلس ناجح حمادي محافظة انا بحملة من الجرارات والشرطة على الأراضي الزراعية، وتم تجريفها وتدمير المحاصيل، وتم هدم سور من الطوب لحماية الأرض بالقوة بحملة من الشرطة ومجلس الإدارة عندها، بحجة إن الأراضي دي مملوكة للدولة وما عندهاش أي مستندات ولا صحة للكلام دوت. اللي كانت ماشية بيه هي في إيديها، كانت ماشية حاجة اسمها جي بي إس، والجي بي اس تقريبا كده مكتوب عليه للاقباط فقط، يعني الارض اللي هي راحت لها عباره عن فدانين مملوكين لسبع اسر مسيحيه، الفدانين دول جنب بعض بيشكلوا مربع، هي ده اللي محتاجاه عشان تبني عليه مجمع خدمات وفي وسط البلد. جرفت فدانين ارض وده ممنوع، عشان تاخدها تبني عليها مجمع خدمات وما عندهاش مستندات. احنا بقى عندنا مستندات وحيازه وملكيه، ترجع الحيازه والملكيه ده هي مكلفه من 1904 باسم بولوس شحاته وبطرس جرجس، وعندنا مستندات وعندنا عقود وملكيه للارض ده هي من الاف السنين ورا. وبعد كده اشاعت في البلد ان هي المجلس العسكري هو مدعمها في القرار دوت، المجلس العسكري. رحنا المجلس العسكري التابع للمحافظة، استقبلنا بكل الترحاب والود والمحبة، وقال لا صحة لهذا الكلام، مفيش أرض زراعية تجرف، وفي قانون بيمنع تجريف الأرض والحكم على من يجرف 3 سنوات. أصبح ذلك إن الست ده هي اللي هي رئيسة المجلس القروي لمدينة السلامية يحكم عليها ب3 سنوات ويطبق عليها القانون. رحنا كمان المحافظ ناجح حمادي، مركز ناجح حمادي، ما رضيش يقابلنا، وكلم السكرتير بتاعه بطريقه مش غير لائقه معانا، وما رضيش يسمع صوتنا خالص. رئيس المجلس المحلي ناجح حمادي. ايوه. رحنا كمان المساحة اللي في أسيوط، اللي في الأقصر، جبنا مستندات تثبت من المساحة إن الأرض دي بحيازتنا وملكنا وندفع لها ضرايب وبيت مال. ونوريها المستندات تقول برضه لا، ما أنا عندي إن هي دي أرض من الدولة. يا ستي ده ما دي أرضنا. برضه لا. أولنا المحامي المستشار محمد عزت، قام برفع قضايا طبعا امام مجلس الدوله وهيئه المفوضيه والمحاكم المدنيه، ومستمرين في خط القانون. ايوه. وقال لك ايه؟ يعني طمنك على على الوضع ولا قال لك ايه؟ قال لي انتوا عندكم اوراق وعندكم اوراق وعندكم تكليف من 1904 ان الارض دي ملكنا وملك اجدادنا. أيوة. وجايبين ضرايب بندفع لها كل سنه، وجايبين حيازه، ده كل دي اوراق مهمه جدا ومفروض كل ده يثبت. أيوة. برضو انت بص حضرتك، هو حياه لمن تنادي، هي مسكت اكبر عيله في البلد اللي هي عيله الاستاذ ويسا ماهر، ومسكت برضو الاستاذ ناجح وهيب عضو في الجمعيه الزراعيه، عشان تهت الناس، هي تضعف موقفهم في البلد. ايوه. يعني هي مسكت اكبر ناس في البلد اللي هو الاستاذ ويسا ماهر، ده اكبر بيزع اكتر من 20 فدان.
وعنده أراضي وعنده شركات وعنده محلات، هي والأستاذ هي ناجح وهيب هي اللي صورتها زراعية. لو سمحتي لو سمحتي، أيوة. هي اللي صورتها باينه في الفيديو هنا وكانت بترتدي اللون الأصفر. أيوة هي أول واحدة اللي نزل محجبة. أيوة تمام اتفضل. هي بص حضرتك، هي كل الموضوع من أوله لآخره عنصرية وتطرف ضد الأطباء. أيوة واضح جدا. لأن أيوة. ما أرض الدولة للأطباء بس اللي واخدينها. أيوة وبدون يعني وبدون سابق إنذار. حضرتك بعتت إنذار قبلها بأربع أيام إن الأراضي في من ضمن أراضيكم أرض دولة، راح قالوا لها لا احنا اوراقنا سليمه وهي وشوفيها. ما رضتش تبص للمستندات ولا تتابع الاجراءات ولا اي حاجه. خدت حمله يوم الاحد ونزلت جرفت الارض وكسرت وهدمت السور وجرفت الارض. اي كل دواء وتحت عيون القانون ومحافظ نجا حماد. لان هو حضرته وهي مسؤوله عنه، المفروض هو يتدخل من اول لحظه. وانا بناشد قدام حضرتك دلوقتي بقول للسيسي يا ريس، انت ريس المسيحي والمسلم، الكبير والصغير، الست والراجل، اراضينا بتتجرف قدام عينينا بتتاخد منينا ومحدش بيتدخل عشان احنا اطباط يعني؟ ايوه ده عشان احنا مسيحيين؟ في الخلفيه ده الجرار اللي بيتحرك وهو بيجري في الارض. هي بتجري في الارض وده قانوني، ده غير قانوني. أيوة. ويتحكم عليها بثلاث سنين بحكم القانون. أيوة. ده لو البلد فيها قانون، بس البلد بتاعتنا كانوا بيطبع على المسيحيين بس، انما المسلمين ولا الاعمال الاداريه لا. ايوه وكل ده بحجه ان هم عايزين يبنوا مبنى يعني مبنى خدمات. خدمات ايوه مبنى خدمات. ايوه هنعمل لها ايه؟ مش عارفين نعمل حاجه بتاعها دلوقتي. هل حضرتك ومحدش مساندنا؟ حضرتك معاكي اسمها؟ صراحة لا معيش اسمها. أي طيب لو تحب في الفيديو عند حضرتك. أيوه ما احنا عرضنا الفيديو عدة مرات أمام السادة المشاهدين، هل حضرتك تحبي توجهي أي نداء؟ أنا بنادي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس ووزير الزراعة والنائب العام، دي أراضي زراعية إزاي تجرف وتتبني عليها مباني؟ ودي ارض ملكنا وجايبين اوراق بكده وتكليف بكده ودافعين عليها ضرايب وبندفع عليها كل سنه حاجه اسمها بيت المال. لو هي ملك الدوله ما ينفعش ادفع عليها ضريبه انا ولا تكلف. أيوة. الاراضي اللي ملك الدوله لا تكلف للاشخاص. مش عارفين نوصل صوتنا للمسؤولين. حضرتك فعلا مش عارفين نوصل صوتنا للمسؤولين. ازاي ارض زراعية تجرف؟ ازاي تعوضها؟ وبعتنا فالكسات وتلغرافات ومحدش بيرد علينا. ليه؟ عشان احنا اطباط برضه. شوف حضرتك من اول البرنامج لغايه دلوقتي برضه مشاكل اطباط في مصر. بص حضرتك هم ايه في الاخر؟ هم لهم اذان ولا يسمعون اصوات الاطباط. ولهم عيون ولا يبصرون مشاكل الاطباط. شيء مؤسف، شيء مؤسف. هل حضرتك تحبي تضيفي قبل أي شيء آخر قبل نهاية المكالمة؟ أنا بضيف لحضرتك وبقول لكل المسؤولين اللي في البلد لازم تتدخل. دي أراضي ناس تعبت وشقيت فيها، كل فدان اتكلف أكتر من 20,000 بس. فدانين أرض ب 40,000 تكلفة الزراعة. لمين حرام عليهم الناس دي اللي اتصرفت وكلفت؟ فدانين بحالهم يتجردوا على الأرض ليه؟ ومين هيدفع تكاليف التجريف دي؟ ومين هيدفع تكاليف الخسائر دي؟ ايوه انا لازم السيده اللي هي عملت ده، هي رئيسه مجلس الكروي تتحاكم. واعتقد احنا مش هنتنازل ان هي تتحاكم، مش تتسلم موقعها لا. اعتقد القانون بيقول تتحاكم، احنا عايزينها تتحاكم. اعتقد انه القانون يجرم تجريف الاراضي لبناء اي مباني. المجلس العسكري اللي احنا رحنا له قال في حكم 3 سنوات. هو اللي قال كده بالظبط. ايوه احنا بنطالب بالحكم اللي قاله في مجلس العسكري. الست دي لازم تتحاكم 3 سنين. ايوه وتتشال من موقعها وتكون عبره للناس اللي حواليها عشان اللي ما يمشيش القانون يعرف هيحصل له ايه. ايوه ده حقيقي،
ده حقيقي. ده لو احنا لو احنا واخدين ارض الدوله نديها لهم. بس احنا ما خدناش حاجه. ايوه. دي ارضنا وارض جدودنا. هي عشان تبني مبنى خدمات تاخدها من الارباط؟ ويعني يعني اعتقد ان سياسه الدوله بتمنع تجريف الاراضي الزراعيه لاي سبب كان. لا هي بتمنع الناس تدلهم بالمنظر ده. ايوه ايوه. ما هو انت مش هي عارفه انها هتعمل كده مش هتتحاكم، انها هتعمل كده مش هتتعاقب. لا ما كانتش تعرف ان الموضوع سيصل الجانب الاخر من الكره الارضيه. بص حضرتك احنا بنحاول في كل الطرق. أيوة. ومفيش صوتنا هو سمع لحد في مصر خالص، كانهم سادين اذانهم عننا. ايوه باذن ربنا الموضوع يجد حل، ويعني تتوقف سياسه البطش اللي بتقودها هذه السيده. متشكر جدا لحضرتك الاستاذه السيده نجلاء فتحي في الاستغاثه اللي ارسلتيها الى البرنامج. متشكر جدا لحضرتك، واعتقد ان كل ما قامت به هذه السيده في تجريفها للاراضي الزراعيه هي في ذلك خرق واضح للقانون، وزي ما قال المجلس العسكري الذين لجوا اليه في محافظه انا، قال ان دي فيها لوحدها 3 سنين سجن، وغير ان هي تعمدت ان هي تتعدى على اراضي اقباط لبناء مبنى خدمات. ويعني زي ما ذكرت الاستاذه نجلاء فتحي انه هذا الاعتداء والتعدي بالتجريف على اراضي اقباط وبالتحديد اراضي اكبر عائلات قبطيه في هذه القريه هو تعمد واضح لإذلالهم وكسرهم داخل القرية، لكنها في نفس الوقت تعدت على القانون وخرقت القانون في وقت الدولة تمنع فيه تجريف الأراضي الزراعية، بل وتستثمر الملايين من الجنيهات لإعادة استزراع الأراضي الصحراوية. بنرجو بعرضنا لهذه المشكلة أن يتوقف هذا الظلم وهذا البطش، وأن تحاسب هذه السيدة في الجريمة اللي عملتها. وأعتقد التوثيق أمام حضراتكم واضح بالفيديو وصورتها موجودة في الفيديو في هذه الحملة، وأيضا واضح أيضا وبالمستندات ملكية الأقباط لهذه الأراضي الزراعية.